حبيتي تكلم بتقول احلى حكايات نفهم ونتعلم من جوه الايقونات. ايقونتنا النهارده هتحكي لنا عن القديس ماري مرقس الرسول. هو مرقس اسم روماني معناه مطرقة، وليه اسم تاني بالعبري هو يوحنا ومعناه الله حنان. جنب ماري مرقس هنلقى مرسوم أسد، وده لأسباب كتير. أول سبب مثلا إن أول معجزات ماري مرقس إنه قدر يغلب أسدين باسم الرب يسوع، وده لما كان ماشي مع بابا أرستو بولس رايحين الأردن طلعوا عليهم أسدين، فطلب الأب من ابن مرقس إنه يهرب وهو هيشغلهم عنه، لكن ماري مرقس طمن باباه وصلى للرب يسوع المسيح فانشق الأسدين وماتوا. بعد المعجزة دي آمن أبو ماري مرقس بالسيد المسيح وأعلن إيمانه. تاني سبب إن الإنجيل اللي كتبه ماري مرقس بيبدأ بصراخ الأسد، صوت صارخ في البرية. تالت سبب إن في إنجيله اتكلم عن المسيح الملك اللي بنشبهه إنه الأسد الخارج من سبط يهوذا. وهنلقى ماري مرقس في الأيقونة ماسك إنجيل، لأنه هو اللي كتب إنجيل مرقس، علشان كده كنيستنا بتسميه ماري مرقس الإنجيلي، وكمان بتسميه ناظر الإله، لأن ربنا يسوع دخل بيته علشان مريم مامة ماري مرقس استضافت الرب يسوع كتير قوي، وبيتهم بقى أول كنيسة في العالم. ربنا أسس فيها سر الإفخارستيا وغسل أرجل التلاميذ وحل الروح القدس على التلاميذ في البيت ده. ولأن ماري مرقس شاف السيد المسيح في بيتهم كتير قوي، فالكنيسة بتسميه ناظر الإله، وكمان بتسميه الرسول، لأن رب المجد اختاره من ضمن السبعين رسول اللي اختارهم للخدمة. وكمان هنشوف في أيقونتنا فنار عالي وسط البحر، ده إشارة لفنار اسكندرية، لأن ماري مرقس هو اللي كرز وبشر بلادنا بربنا يسوع المسيح وصاحب الفضل إننا نكون مسيحيين، علشان كده كنيستنا بتسميه كاروز الديار المصرية. وهنشوف وسط البحر سفينة وعلى شراعها في صليب، دي رمز الكنيسة اللي أسسها ماري مرقس في مصر. علمنا العقيدة السليمة وطقوس كنيستنا الجميلة وإزاي نمارس كل أسرار كنيستنا، وهو اللي سلمنا القداس اللي معروف دلوقتي باسم القداس الكورولوسي. وكمان ماري مرقس أسس المدرسة اللاهوتية بالأسكندرية اللي بفضل علمائها اللي تخرجوا منها اتعلمنا كتير عن إيمان كنيستنا. وفضل ماري مرقس يكرز باسم الرب يسوع في أماكن كتير، وكمان تعب وجاهد إنه يفتقد الناس ويثبتهم في الإيمان ويتابعهم بالوعظ والتعليم، لغاية لما اتغاظوا منه الوثنيين والكنيسة لقبته بمبدد الأوثان. وفي النهاية استشهد في مصر على اسم ربنا يسوع المسيح علشان يوصل كلمة ربنا لينا، وأول كنيسة في بلادنا اتسمت باسمه وفيها الدفن جسده الطاهر. وفي الأيقونة هالة من النور حوالين راس القديس ماري مرقس، علشان كل اللي عمله ماري مرقس خلاه يبقى نور لكل اللي حواليه. هي دي حكاية أيقونة القديس ماري مرقس. تعالوا نقف قدامها ونقول له: يا ماري مرقس، صلي لربنا يسوع المسيح إننا نكون زيك، نشهد لربنا في كل حياتنا ونكمل في الطريق اللي علمته لنا، وبكده نقدر نفتخر إننا أولاد القديسين، وصلي لنا إن ربنا يغفر لينا كل خطايانا. رسومك بتتكلم بتقول أحلى حكايات نفهم ونتعلم من جوه الأيقونات. كان في مرة واحدة نزلت تعمل حاجة في النهر، طلع من النهر ضفادع كتير قوي قعدوا يطلعوا على السلم. لغاية ما وصلوا قصر فرعون، وابتدى دبان يطلع من الأكل اللي كان على الترابيزة، والحيوانات ابتدت تموت، والحشرات وصلت لفرعون في السرير وهو نايم فتخض وقام، ووصلت لحراس فرعون والناس كلها، والناس اتخضت وخافت وكانت مرعوبة من شكلهم. بعد كده موسى سهر
فرعون كلم موسى وقال له انه يصلي لإلهه ويقول له يشيل منهم الوباء ده، وفعلا موسى عمل كده وجاء بدل الوباء ده جه نار نازله من السماء، والناس كلها كانت خايفه والناس كلها كانت تستخبى، والبيوت كان كلها نار كانت بتتحرق والشجر وكل حاجه، وكانوا خايفين جدا من النار ومن الرعد اللي نازل من السماء. انتشر حشرات تانية من الجو وبدأت تيجي مع الناس، والناس كانت خايفة وما كانتش عارفة الحاجات دي كلها بتحصل ليه. لما الشعب بدأ يسمع لموسى، فرعون قسى قلبه على شعبه. فرعون كان متضايق جدا من اللي بيحصل فطلع غضبه على الشعب وعمر جنود انه يخلي الشعب يشتغلوا بدون اي حق ليهم. وموسى كان زعلان جدا اللي كان بيحصل في الشعب، وفرعون ما رضاش يسيب الشعب بتاعه انه يطلع يعبد ربنا زي ما ربنا طلب من موسى. برد والرعد رجع تاني عشان فرعون ما كانش بيسمع كلام موسى. الناس كانت خايفة تاني وكانوا خايفين وبيخبوا ولادهم وبيستخبوا من النار. موسى راح لفرعون تاني وقال له طلع شعبي من أرض مصر عشان يعبدوا ربنا، وبرده فرعون ما سمعش، وبدأ ظلام على الأرض كلها، والظلام ده قعد لمدة 3 أيام. والناس ما كانتش عارفة تشوف بعضها من الظلام اللي كان على الأرض، وكانوا خايفين جداً. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. دلوقتي احنا هنعمل النوتة ديت، ده هيكون شكلها لما يتعمل. تمام. هنحتاج لها دباسة وورقة صماء من اي كراسة عادية، وشوية ورق برضو من اي كراسة عادية، وزرار وكرتونة برضو بتاعت اي كراسة، ومقص وقلم بورد اسود واي الوان، يعني مش لازم اسود، وقلم رصاص وشي كرتون او اي لزق. تمام. دلوقتي هنجيب ديت، هنقفلهم كده مع بعض. تمام. وهنجيبها عند الورق، نحطهم قد بعض كده. تمام. نجيب دوت نعمله نفس المقاس، هنقصه الشكل ده. تمام. دلوقتي بعد ما قصينا الورق، تمام، هنجيب الدباسة نحطه كده، المهم بس يكون نفس المقاس. تمام اهوت. نجيب الدباسة اللي احنا المفروض ما نكترش في الورق شوية بس علشان الدباسة تعمل. تمام. بعد ما دبسناها اهوت، نجيب الورقة ديت نقص ديت.
تمام بالشكل دوت. هنجيبها شوف ديت لازم نقصها قدها نتنيها بس كده قدها. تمام نحطها كده ونقص زيادة. تمام ونجيب الشوكولاتة الاول بس نرسم يعني شويه حاجات كده عليه بدل ما تبقى ورقه شكلها كده هنا يعني. دي شكلها بعد ما خلصناها. تمام انا عملت الزرار بالخيط، الخيط احسن بكتير يعني هيثبته اكتر واللزق والاستك هيخش فيه احسن. تمام ومن هنا انا بهدلت الدنيا بالشيكرتون عشان الزق دوت. تمام ممكن الزقها باي حاجه يعني بس انا ما عنديش غير شيكرتون. تمام دي كده زي بعض شكلها، اتمنى تكون عجبتكم. سلام. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني قوي. احنا دلوقتي هناخد كلمه صغيره من الابتي زي ما احنا كنا متعودين ان احنا ناخد في مدارس الاحد. هي كلمه سهله وبسيطه خالص وهتحبوها خالص. هي كلمه اسمها ماف. ماف بتتكون من 3 حروف زي ما انتم شايفين. اول حرف ام بيتنطق زي الام اللي هو ايه اللي هو ده. ده طب ده اسمه ايه؟ ده اسمه مي. مي ده اسمه مي. تاني حرف عندنا بيتنطق ا ما ما يبقى ده. ده ايه؟ ده الفا. الفا اخر واحد ف ف بس هو مش هيبقى اف، ده هيبقى ابسلون اللي هو ده ابسلون. ابسلون طيب ماف يعني ايه؟ ماف يعني ام. يبقى ماف ايه تكوينها؟ بتتكون من ايه؟ بتتكون من المي، بتتكون من المي والالفا. الالفا والابسلون. الابسلون يا رب تكونوا حفظتوا الكلمة. هي كلمة سهلة وبسيطة خالص بتتكون من 3 حروف زي ما انتوا شايفين كده، وسهلة وبسيطة خالص.